بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شرفنا ان احنا نختم السنه بالمهندس محمد ثروت محاضره عن الجيو ديزاين وازاي هي تقدر تغير العالم. المهندس محمد ثروت اربن بلاننج اند جيومستيك اكسبيرت، ومشارك في مجله اكسبيرت بتاعه الجي اي اس، وماستر ديجري ان اربن بلاننج، وان شاء الله هيدينا محاضره النهارده في الجيو ديزاين. اتفضل يا سيدي فاضل. تمام، شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس، وانا شرف ليا جدا ان انا اكون معاكم يعني ان شاء الله. شوفي تمام، ابدا خلاص يعني ولا؟ اتفضل يا حضرتك، اتفضل. تمام، احنا هنتكلم النهارده عن الجيو ديزاين، هنعرف ايه هو المفهوم الجديد اللي بقى للتخطيط العمراني والتصميم بعد التكنولوجيا الجديده اللي احنا وصلنا لها الحديثه. احنا بس في الاول هنقول مقدمه بسيطه عشان تفهمنا احنا ايه ال علشان بس نعرف ايه اهمية الجيو ديزاين، واحنا ليه اتجهنا العالم اتجه بدأ يتجه للجيو ديزاين. طبعا العالم دلوقتي عالمنا كله بيواجه تحديات كبيرة جدا، مشكلات نتجت عن التدخل البشري مع البيئة. احنا ما بنحافظش على البيئة بتاعتنا، ما بنراعيش البيئة في اي تصميم لينا او تخطيط، وده أدى لمشكلات كبيرة جدا زي مشكلات المناخ، التغيرات المناخية، ودي مشكلة كبيرة جدا العالم بيواجهها. مشكلات تانية زي التحضر والتحضر العشوائي والنمو السكاني المتزايد والعولمة والزيادة، ومفيش مراعاة للاجتماعيات ولا والبيئة. قبل الكلام ده طبعا احنا مكناش في احتياج ان احنا نحتاج المخططين بشكل، طبعا محتاجين مخططين طول من بداية يعني الخليقة على الأرض، بس ما كانش في احتياج قوي جدا ليهم كده، بحيث إن إحنا نكون محتاجين ناخد القرار السليم، نتنبأ بالحاجات المستقبلية بالمشكلات اللي هتبقى تحصل بعد كده قدام في المستقبل. فده خلانا إن إحنا نتجه إن إحنا ثواني معلش فده خلانا إن إحنا نتجه إن إحنا نهتم جدا بالتخطيط عشان نحافظ على البيئة والكوكب اللي إحنا بنعيش فيه. دي طبعا بعض المشكلات اللي نتجت عن التدخل البشري الخاطئ، وان الانسان بدا يهمل في البيئه وما بقاش يقوم بدوره كويس جدا، دوره على اكمل وجه. زي طبعا مشكلات زي ذوبان الجليد في القطبين، وده قد يحصل عنه مشكله كبيره وهي ارتفاع منسوب سطح البحر. طبعا احنا اكبر دوله بتعاني من الموضوع ده، وعندنا خطر كبير جدا يواجه مصر، خصوصا ان احنا كلنا يعني احنا كلنا كسكان في مصر عايشين في 5% من مساحه مصر اللي هي الوادي والدلتا. فالدلتا طبعا لما تغرق فده اكبر خطر، هيهدد مش عارفين هنودي فين السكان، مفيش في الوقت اللي احنا نهجر منه ونودي في الصحراء، فدي طبعا مشكلة كبيرة. كمان احنا بناخد ساعات قرارات تخطيطية حتى في الوقت الحديث بعد ما وصلنا لتكنولوجيا كبيرة وتقدم كبير، بناخد قرارات تخطيطية ممكن تكون خاطئ، زي اللي احنا حصلت دلوقتي في القاهرة الجديدة، وزي اللي بنشوفه في إن دلوقتي بقت السيول كل سنة بتعمل نفس المشكلة وتهدد المنطقة هناك وتعمل خسائر كبيرة ومشاكل وأرواح بتروح، بسبب إن إحنا خدنا قرار تخطيطي غلط، ما درسناش إيه المشكلات اللي هتنتج عن القرار ده. ده برضو مثال عن مدينة رشيد الجديدة، المدينة دي لسه تحت التحديث تحت الـ يعني التخطيط. ده طبعا أنا جايب لكم بس ده مثال بسيط، انا ما عملتش يعني مش دراسه كامله، بس الصوره اللي فوق على الشمال دي صوره من جوجل ايرث 2020 حاليا، الصوره اللي من تحت منها على طول دي 2003، مش عارف هي باينه عند حضراتكم ولا لا، بس لو بصيتوا على الساحل هتشوفوا قد ايه التاكل. اصلا كمان مصب رشيد ده معمول عنه دراسات كتيره جدا وقد ايه هو حصل فيه تاكل. الصوره دي هتبين لحضراتكم اللي تحت على الشمال ازاي ان حصل فيه تاكل، معروف ان فيه 5 كيلو من التكلين، 5 كيلو متر مربع في فترة زمنية مش كبيرة، التكليم من فرع رشيد، من نصب فرع رشيد، وده طبعا بسبب ان احنا كمان بعد ان احنا بنينا السد العالي فحصلت ما بقاش فيه ارساب، ما بقاش فيه اي حاجة، كل ده بيتحجز ورا السد العالي، فاحنا خلاص ما بقاش فيه الارساب اللي كان بيحصل من الفرعين بتوع نهر النيل، ما بقاش بيحصل، وبالتالي بدأ يحصل فيه نشاط التيارات البحرية في البحر المتوسط، وبدأ يحصل فيه تآكل في المصبين. فكمان احنا ناخد قرار ان احنا نخطط مدينة جديدة في نفس المكان، فبتهيألي ان ده قرار
يعني مش هقول ان هو غلط، بس احنا لازم نحسب له ايه العواقب، خصوصا ان احنا عندنا مشكلة وهي ارتفاع مستوى سطح البحر، لازم نحسب كل العواقب دي. المشكلة الرئيسية عندنا دلوقتي هي ان احنا الكوكب بتاعنا بقى خارج عن مبقاش في مقدرته ان هو اصلا يدعمنا باحتياجاتنا الحالية. مش كمان احنا بنتكلم عن تنمية مستدامة يعني احتياجات مستقبلية، لا ده حتى الحالية مبقاش قادر ان هو يدعمنا فيها، بقى عندنا مشاكل كبيرة جدا. وعلشان كده بقى في عندنا شوية تساؤلات، التساؤلات دي ظهرت نتيجة طبعا المشكلات الكبيرة اللي حصلت، ومنها إن إحنا دلوقتي إزاي المخططين هيقدروا يتعاملوا بنجاح مع التحديات الكبيرة المتزايدة المعقدة اللي ظهرت دلوقتي، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي اللي العالم كله بيعيشه، مش بتكلم على بلدنا إحنا بس. تاني حاجة إزاي إن إحنا هنحدد التأثيرات الطويلة المدى للخيارات اللي إحنا او اللي القرارات اللي احنا هنتخذها في الايام دي. يعني احنا دلوقتي هناخد قرار دلوقتي، طب القرار دوت هيكون نتائجه ايه بعد كام سنه؟ احنا بنتكلم في جيو ديزاين، لما بعد ما هنشوف دلوقتي في الكلام اللي احنا هنوصل له ان احنا بنوصل ان احنا بنعمل مخططات بتوصل على مدى المدى بتاعها 250 سنه، مش بس مخططات 20 سنه و25 سنه. كمان ازاي ان احنا نقدر نوفق ما بين الحاجتين اللي صعب جدا والعالم كله بيبقى صعب ان هو يوفق ما بينهم، وهو التوفيق ما بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ودول التحديين اللي دايما بنخش بعض ما بنقدرش ان احنا نوفق ما بينهم. الحاجة الأخيرة هو ازاي ان احنا نقدر نقيس التأثير التراكمي لكل القرارات اللي احنا بناخدها، سواء على كل المقاييس. احنا لو بناخد قرار ان احنا هنعمل تخطيط لمجاورة، هيبقى تأثيرها ايه على الحي، على الحي، وتأثير الحي ايه على المدينة، تأثير المدينة إيه على الإقليم بتاعها، تأثير الإقليم على الدولة، الدولة على العالم كله. فإحنا لازم نعرف كل التأثيرات على مستوى المقاييس كلها المختلفة. المفهوم العام للجيو ديزاين هو ظهر، إحنا الطبيعي بتاعنا إن إحنا عندنا أي مؤسسة أو أي هيئة تيجي تعمل مخطط، تعمل أي تخطيط، شرط حتى تخطيط عمراني، أي تخطيط، فلازم هي بتمشي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي إن هي تجمع الداتا، الداتا بتاعتها تاخدها وتعملها تخزين وإن هي تنظمها وتعملها مانج. تاني حاجة نعمل تحليل للداتا دي عشان نقدر نقيم الوضع الراهن اللي إحنا فيه ونشوف إحنا فين. الحاجة الأخيرة هو إن إحنا نعمل الديزاين، التصميم، تصميم للحاجة اللي إحنا عاوزين نوصل لها. الجيو ديزاين هو برضو ماشي بنفس المنهج، بس بيعتمد على إن إحنا يعني زي فكرة الجي اس، الجي اس هو برضه هو نفس الفكرة، بس هو ضاف حتة المكان اللي هو التحليل المكاني أو البعد المكاني. برضه بجيب البيانات، براعي في البيانات دي البعد المكاني بتاعها، بعمل لها تحليل، وبعد ما أعمل التحليل وأشوف الوضع الراهن وأقيم الوضع الراهن وأعرف أنا وضعي إيه وإزاي هوصل للوضع اللي أنا مرغوب فيه اللي أنا عايز أوصل له في التصميم، وبحيث إن أنا أراعي زي ما قلت التوفيق ما بين البيئة والتنمية اللي أنا عاوز أعملها. التاريخ بتاع الجيو ديزاين ظهر امتى او ايه يعني بدأ ازاي؟ الحقيقة ان مفهوم الجيو ديزاين او فكر الجيو ديزاين هو معانا من بداية الكون، كون ان احنا اصلا من بدء الخليقة واحنا بنفكر ازاي نتأقلم مع البيئة. زمان الانسان القديم بدأ ان هو كان بيسكن، ما بيسكنش الوادي، وبعد كده بدأ يسكن الوادي، وبدأنا نتكون احنا اصلا نتركز حوالين الوادي والدلتا عشان نهر النيل، وازاي ان احنا نتأقلم مع البيئة عشان الزراعة وعشان كل الحضارة تنشأ. فهو ده فكر الجيو ديزاين أصلا، هو من زمان، بس الفكرة إن هو خلاه دلوقتي بدأ يظهر أو نهتم بيه جدا هو التكنولوجيا الحديثة اللي بدأت تظهر وإحنا نوصل لها. كان زمان زي ما إحنا هنشوف برضو بعد شوية، إحنا عشان نعمل تحليل أو نعمل نختار حاجة الملائمة كويسة جدا، إن هو نختار مكان معين، مخطط معين هنعمله المدينة في مكان، كنا بنعمل تحليلات. التحليلات ديت طبيعة العقل البشري وطبيعة لحاجة طبيعية إن مش هيقدر يلم كل حاجة ويقدر يحللها، في حاجات لازم تسقط منه وحاجات لازم تقع منه. بس دلوقتي مع التكنولوجيا الجديدة واللي احنا وصلنا لها والديب ليرنينج والارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، الموضوع ده بقى سهل جدا، لأن احنا بنحط شوية أوامر وشوية قواعد ومعايير بنحطها في الجهاز، وهو بناء عليها بيقدر إن هو يحلل وياخد كل الأبعاد معاه في الآخر يديني قرار فعلا
يديني ناتج اقدر اخد عليه قرار، القرار ده انا عارف نتيجته هتبقى ايه على المستوى القريب والمستوى البعيد. وكده احنا نوصل ان احنا عايزين، يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه هو بقى فعلا الجيو ديزاين. الجيو ديزاين بكل بساطة هو بيتكون من كلمتين، الجيو اللي هي الجيوغرافي اللي هو المكان او الواقع المكاني اللي احنا هنعمل فيه او بنعيش فيه عموما، اللي هو الارض او الكوكب بتاعنا على كل المستويات طبعا. تاني حاجة التصميم. فبالتالي اللي هو الجيوغرافي او الجغرافيا هو ان انا بشوف ايه الجانب الطبيعي والجانب البشري، الانسان والبيئة اللي موجودة اللي بيعيش فيها، بشوف دلوقتي البيئة وضعها ايه والانسان بيتعامل معاها ازاي وازاي هما الاتنين بيتفاعلوا مع بعض، وببدأ احدد التصميم اللي انا عايزه، محتاج انا هوصل لايه، محتاج هعمل ايه. طبعا بعد ظهور الجي اس الموضوع ده اختلف جدا، بقى اسهل بكتير عن الاول، بقى في البعد المكاني بقى يعني واضح جدا، بقى في كل دلوقتي ما فيش تقريبا مخطط في العالم مخطط بيتعمل من غير الجي اي اس. عشان كده الجيو ديزاين هو مزج او الدمج ما بين الاثنين، خد الحاجتين، الحاجه القويه في المكان والحاجه القويه في الديزاين في التصميم، وبدا ان هو يبقى ليه منهج لوحده او الطريقه المنهج الطريقه بتاعته، وبحيث ان هو وهو بيعمل تصميم الجي اس هو ما بيعمليش تصميم، بس هو بيقدر يديني تحليلات اخد على بناء عليها قرار كويس، قرار يعني جيد ودقيق في التصميم. فبالتالي هو خد الاثنين عن طريق ان هو يدمج ما بين الاثنين، يقدر يطلع في الاخر بقرار مفيد، قرار يعني عارف نتائجه ايه، دارس المشكلات المتوقعة على المدى البعيد والمدى القريب. طبعا الجيو ديزاين هو يعني الفترة الأخيرة من 2013 لحد دلوقتي ظهرت كذا تعريفات، كذا حد اتكلم عنه من الأساتذة في الجامعات اللي بره واتكلموا عنه ازاي، وفي المؤتمرات خصوصا شركة إزري، يعني رئيس شركة إزري هو جاك دانجرموند، فهو اتكلم عنه، ودكاترة كتير زي كارل ستايلينز. أهمهم طبعا هو شانون ماسيليفاني، وده قال إن الجيو ديزاين هو طريقة متكاملة بتجمع ما بين الناس اللي هم بيعيشوا في المكان بيشوف الرؤية بتاعتهم ايه اللي هو المشاركة المجتمعية، وما بين النمذجة المكانية، يعني يعمل نموذج مكاني بيحاكي المكان اللي هو هيصممه. وتاني حاجة بعد ما بيعمل التصميم بتاعه بيدرس، بيعمل محاكاة للتأثيرات بتاعته، هل التصميم دوت متوافق فعلا مع البيئة بتاعته ولا في مشاكل، ولا بعد ما عشان ما اخدش قرار بعد ما اخد القرار وابني مثلا واعمل مدينه ارجع الاقي ان المدينه فيها في مشاكل ظهرت. طب المشاكل دي ظهرت بناء على ايه؟ عشان انا قرار غلط ما راعيتش او ما درستش تاثير الحاجه دي هيكون ايه بعد كده. فهو انا باخد احتياجات الناس ايه برضو براعيها، ودي اهم حاجه ان انا اشوف احتياجات الناس اللي هتعيش في المكان ده ايه. انا مش بخطط حاجه لنفسي، طب بخطط حاجه للناس، فبالتالي لازم اشوف احتياجاتهم وافق ما بين احتياجاتهم بين البيئة اللي هم بيعيشوا فيها. وطبعا هو الجيو ديزاين بيتيح لي الحاجة اللي هي الميزة فيه ان هو بيديني يعني الفيدباك بتاعته بتبقى في الوقت اللحظي، بيديني انت القرار بتاعك ده صح او غلط، لا في هنا مشكلة لازم تحلها، في هنا مشكلة ظهرت لازم تعملها، فبالتالي هقدر اخد قرار صح ودقيق 100%. دكتور كارل ستايتنز ودوت في جامعة هارفارد، هو حدد في هو طبعا يعني أستاذ لاندسكيب، هو حدد في الفريم أو الإطار بتاع الجيو ديزاين، قال إن لازم يكون في 6 أسئلة قبل ما تشتغل على أي تخطيط أو أي تصميم، لازم تحط الأسئلة دي قدامك ولازم تجاوب على الأسئلة دي، والتصميم بتاعك يجاوب على الأسئلة دي. السؤال الأول هو إن إحنا إزاي يعني هنوصف الواقع اللي احنا فيه، المكان اللي انا هصمم فيه اوصفه ازاي، اوصفه صح، اشوف ايه كل مكوناته العناصر بتاعته من كل حاجة، سواء كان بقى الارض او المناخ او الطبيعة كل حاجة فيه. تاني حاجة ان انا ازاي الواقع دوت او المكان بتاعي دوت بيشتغل،
يعني طريقة شغل، طريقة يعني ازاي في النظام البيئي اللي موجود في المكان ده، ازاي يعني ماشي ازاي، ايه الطريقة اللي هو ماشي بيها، عشان انا ما اخشش اعمل حاجة تخل بالنظام البيئي ده، فبالتالي هتحصل مشاكل كتيرة، وده اللي بيحصل دلوقتي. رقم ثلاثة هو ان المكان اللي انا فيه هل هو بيعمل بشكل جيد، ولا هو فيه مشاكل وانا داخل احلها، ولا يعني هو دلوقتي تمام كويس، ولا انا هعمل مش انا اللي هخش اعمل مشاكل، ولا هو فيه مشاكل وانا اللي داخل يعني حل المشاكل دي، حط تصميم او تخطيط جديد للمنطقة، فبالتالي تحل المشاكل بتاعت المكان ده. رقم أربعة في السؤال، في الأسئلة اللي هو حددهم كارل ستايتنز، عفوا، رقم أربعة هو إن أنا إزاي أقدر أغير في المكان بتاعي؟ إيه المسموح ليا إن أنا أغير في الموقع بتاعي أو المكان بتاعي؟ إيه القدر المتاح ليا؟ عشان أنا مثلا لو أنا جاي في مكان، يعني إحنا مثلا هدي مثال بسيط، هو إحنا في مصر دايما عاملين نتكلم على سيناريو الربط ما بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة، بس إحنا الموضوع مش سهل، مش مجرد إن إحنا هنحفر قناة توصل المية ما بين منخفض القطارة والبحر المتوسط، لأ. هو ده يحصل في مشاكل كتيرة، ممكن تحصل مشاكل كتيرة من الضغط، كمية المياه اللي هتنزل في المنخفض دوت هتنتج عنها زلازل، هتنتج عنها كده بخل في النظام البيئي، وده زي اللي حصل في بحيرة السد، بقت يحصل زلازل هناك في منطقة ما كانش أصلا تاريخها كله كانش منطقة زلازل. فهو ده اللي أنا لازم أعرفه، لازم أعرف إن التغيير اللي أنا هعمله ده هيأثر ولا مش هيأثر. بعد كده عايز اعرف برضو الاختلافات اللي هتحصل بسبب نتيجة التعديلات اللي انا هعملها، هل هي اختلافات ايجابية ولا اختلافات سلبية. اخر حاجة هو ان انا بجاوب برضو على السؤال، هو انا محتاج فعلا ان انا اغير المكان بتاعي، اغير فيه واتدخل فيه، ولا مش محتاج، انا ممكن اتعامل معاه كهو كنفس وكنظام هو هو من غير ما اغير فيه، من غير ما احط فيه حاجة تخل بالنظام دوت فتظهر لي مشاكل بعد كده. وهي دي فكرة ان انا احترم البيئة واتعامل مع البيئة بشكل احترافي اكتر بشويه. طبعا الاطار بتاع الجيو ديزاين اللي حطه كارل ستايتنز هو ان انا بدمج ما بين اربع حاجات، زي ما قلنا ان انا بشوف احتياجات الناس ايه، الناس اللي هم في المكان، شوف احتياجاتهم واشوف وراعي في احتياجاتهم ديت، المكان طبعا بتاعهم، المكان الجغرافي، اشوف هم فعلا احتياجاتهم تتوافق مع المكان ولا لا. رقم ثلاثة ان انا بستخدم تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات هي اللي بتقدر تتيح لي ان انا هعمل بقى التحليلات اللي انا ما كنتش اقدر اعملها كواحد كعقل بشري، مش هقدر الم بكل حاجه عشان اعمل التحليل دوت، في حاجات لازم تسقط مني، فلا تكنولوجيا المعلومات دلوقتي والبرمجه والبرامج والتقنيات الحديثه هي دي اللي هتساعدني ان انا الم بكل حاجه، ما فيش حاجه هتسقط مني. اخر حاجه انا بوصل للتصميم بتاعي، تصميم احترافي ما فيهوش فيه اي مشكله، مفيش بعد كده مشكلات مستقبليه هتظهر، لان انا مراعيت الكلام ده، وده اللي هنشوفه بعد كده في الاطار بتاع الجي ديزاين، ان هو بيقوم على فكره تفكير خارج الصندوق، تفكير الابداعي، مش ان انا بس بشوف الحاجات، لا انا بتوقع المشكلات الغير متوقعه، ودول اللي هم الاربع حاجات اللي قلنا عليهم. ده التعريف المكاني للجي ديزاين، هو التعريف المكاني ده يعني بيحدد انا السكيل بتاعي او الجيو ديزاين ايه. احنا طبعا عارفين ان في التخطيط بيبقى فيه تخطيط اقليمي، تخطيط عمراني، تصميم عمراني باختلاف المقاييس، فالجيو ديزاين هو بيكون ما بين حاجتين، ما بين زي ما قلنا علم الجغرافيا اللي هو بيتعامل مع الكوكب كله او العالم كله بتاعنا، وبيوصل بيتدرج شوية بينزل لحد المستوى الاقليمي والمستوى الوحدات العمرانية. الديزاين هو بيتعامل من المستوى الوحدات العمرانية للمستويات الأقل، فهو الجيو ديزاين هو بيدمج ما بين الاتنين، فهو بيقع ما بين الاتنين دول في المستويين، هو بيتعامل مع بيراعي عشان أنا أصمم وحدة عمرانية أو وحدة سكنية حتى صغيرة، أنا لازم أراعي كل المستويات العالمية حتى المستوى العالمي، شوف أنا
المكان دوت فعلا هو متوافق مع التصميم بتاعي، ولا انا التصميم بتاعي هيظهر له مشاكل بسبب ان هو ما كانش ينفع هنا. ممكن اعمل تصميم وانا تصميمي كمعمارة مثلا مش متوافق مع المناخ، مش متوافق مع الجو بتاعي، فلازم اراعي الحاجات دي كلها. الجيو ديزاين بيقدر يديلي القرار ان انا فعلا انا هنا فعلا التصميم بتاعي دقيق، بيقيم لي اذا طب التصميم بتاعي دقيق وفعلا متوافق مع البيئة ولا مش متوافق. أهمية الجيو ديزاين بقى في 4 حاجات. أول حاجة إن هو تصميم قائم على علم، أنا مش بس بعمل تصميم تخيلي، أنا أخدت شكل وفكرة تصميمية جديدة أو حاجة تخيلية أنا تخيلتها، لا هو تصميم تخيلي برضه، أنا بدمج ما بين الاتنين التخيل والإبداع، وبجيب العلم بتاعي بشوف التصميم بتاعي هيتوافق فعلا مع البيئة ولا مش متوافق، في مشاكل ينفع ولا مش ينفع. علشان أنا ممكن يكون عندي أعمل تصميم كويس جدا بس تظهر مشكلة، زي مثلا مشكلة زي بتاعت القاهرة الجديدة، مشكلة سيول، هتبوظ أصلا التصميم اللي أنا عامله، كنت عامل تصميم خيالي وروعة، ففي الآخر هو كده ملوش لازمة ملوش قيمة. تاني حاجة هو تصميم قائم على القيمة. القيمة هنا إن هو بيراعي حاجتين، الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. الشرط إن أنا برضو لازم أراعي الحاجتين دول، لازم أراعي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. رقم 3 ان هو تصميم متكامل متكامل ومتعدد الخيارات، فانا بقدر ان انا اتعامل مع كل المقاييس وكل الانواع وكل يعني كل الحاجات اللي عندي. اخر حاجة هو بيقدر ان هو يعمل لي ادارة الحاجات المعقدة، زي ما قلت انا بيبقى عندي مدخلات كتيرة جدا، مدخلات كتيرة دي انا كطبيعي بشريا انا مش هقدر ان انا اتعامل معاها كلها، مش هقدر اخدها كلها في الاعتبار، لازم طبيعي ان في حاجه تسقط مني، لازم وانا بخطط انا ممكن بعمل دراسات كامله قبل ما اعمل تخطيط، بعمل دراسات بيئيه فيها بقى جيولوجيا وتربه ومناخ وسيول وهيدرولوجي وكل حاجه، في حاجات لازم تسقط مني، عمري ما هطلع قرار 100%. فهو بالتالي هو بيوفر لي الحاجه دي، بيوفر لي ان انا اخد قرار صحيح 100% بناء على المدخلات اللي انا دخلتها له. وبرضه دي حاجه مهمه، كل ما تكون دقه بياناتي انا دقيقة اللي أنا مدخلها له، كل ما هكون القرار اللي هو هيديهوني دقيق أكتر. ده اللي إحنا قلناه اللي هو الإدارة يعني بيعمل إدارة الحاجات المعقدة. زي ما قلنا إن طبيعة العقل البشري مش تقدر إن هي تلم بكل حاجة، لازم في حاجات تقف، لأن إحنا يعني دي الطبيعة البشرية، فلازم حاجات هتقع مننا، لازم حاجات مش هنقدر إن إحنا نراعيها مع بعضها، وده هو بيوفره لي. ده طبعا يعني بيبين ازاي ان هو بيتعامل مع كل البيانات، بيطلع كل حاجة، بيتعامل بياخد كل البيانات وبيديني الاخر قرار، يعني قرار واحد اقدر فعلا اتعامل بيه. القرار دوت بعد التقييم وبعد ما بيراعي كل حاجة وبشوف الناس اللي هيكونوا في المكان دوت اللي انا بخطط لهم هم فعلا راضيين عن المكان عن الحاجة دي او مش راضيين، فاقدر ان انا اتعامل معاهم. طبيعة العمل بقى في الجيو ديزاين هو بيعتمد على يعني مش بيعتمد، هو فكرته اساسا هو قائم على الجي اي اس، بس الجي اي اس هو احنا قلنا ان هو بيبقى يعني محدود، كان محدود شويه هو كان، بس دلوقتي لا، ان هو كان بس بيعمل لي التحليل وبيديني كل حاجه وبيقف عند حته عند الديزاين، ما بيقدرش يعمل التصميم. بس دلوقتي طبعا هو خلاص البرامج الجديده اللي ظهرت والامكانيات الكتيره اللي ظهرت فيه، فهو دلوقتي خلاص بقى هو يعني هو احنا ممكن نقول ان الجيو ديزاين هو تطور بتاع الجي اي اس. طبعا تاني حاجه هو بيفيد لي يعني فكره التعاون، التعاون ما بين الفريق اللي شغال الخبر اللي شغالين في المشروع، او التعاون مع اصحاب زي ما قلنا اللي هم الستيك هولدرز اللي هم اصحاب المكان اللي انا بخطط لهم وببني لهم، فانا برضو بتعاون معاهم بشوف هم محتياجاتهم ايه في الوقت اللحظي، شوف احتياجاتهم وقيمها اقول لهم اه او لا، عشان نقدر في وقت بسيط جدا احنا نخلص كل حاجة ونكون واخدين قرار فعلا في الآخر ناجح 100%. الابديكيتيف ان هو بيكون ده اللي احنا قلنا عليه بقى، ان هو ما بيعتمدش على التفكير المنطقي بس اللي هو التفكير العادي بتاعنا، هو بيعتمد على التفكير الإبداعي خارج عن الصندوق. انا مش بس بفكر في الحاجات اللي هي قدامي دلوقتي، لا انا بفكر بعدين. يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا مشكلة تغيرات مناخية،
كل شويه درجه حراره بتزيد، فبيحصل عنها مشاكل تانية في اماكن. يعني احنا كان في اماكن ما بتحصلش فيها مثلا، يعني هم مثلا ما خدوا قرار ان هم يخططوا مدينه القاهره الجديده، ما كانش في، ممكن قعدنا فتره عشان احنا عندنا سيول في مصر، احنا المناخ بتاعنا، طبيعه المناخ بتاعنا، فدي سيول ما بتحصلش كل، ممكن ما كانش بتحصل كل سنه، بتحصل على فترات متباعده كل 10 سنين، زي مثلا راس غارب. راس غارب كانت قعدت فتره كبيره 20 سنه ما بيحصلش فيها سيول، وفجاه في 2016 حصل سيل موت ناس وخسائر وصل حوالي 150 مليون جنيه. فهو الفكره في كده، ان هو ما بيفكرش بس في الحاجات اللي حتى هتبقى بعد 20 سنه ولا بعد، لا هو بيفكر وبياخد داتا كتيره جدا، يعتمد على البيج داتا، بيحول الداتا ديت، بيقعد يعمل لها اناليسز وتحليل علشان يشوف هل فعلا ممكن يشتغل على داتا بتاعت 100 سنه 200 سنه، ويقول والله انا بعد ما حللت انا طلع عندي ان انا بيحصل فيل ممكن يحصل كل 20 سنه كل 30 سنه، فانا اخد بالي ان حتى لو انا هطمن لمده 20 سنه، لا بس انا بعد ال 20 سنه هتظهر عندي مشكله، فانا لازم احل، هاخد احط في الاعتبار المشكله دي قبل ما اوصل ان انا بعد ال 20 سنه تحصل عندي المشكله دي. الجيو سكتشنج هو برضو حتى الطبيعي بتاعنا، ان احنا في بدايه اي مشروع بنعمل عنه سكتشز وبنقعد نرسم الحاجات البدائيه اللي هي الافكار. حتى في الافكار وفي رسم الافكار انا لازم وانا برسم، حتى لو بعمل سكتش عادي، لازم اشير لكل الحاجات اللي موجوده في المنطقه، لازم اشوف مش بس احنا بنعمل سايت اناليسز بتاعنا اللي هو دلوقتي حاجه عاديه، نعمل حركه الشمس الظاهريه والحاجات دي، لا انا مش بس ده مش كافي، ده مش ان انا اقول الرياح بتتحرك من هنا لهنا الشمال هو فوجه عليه، مش ده مش كافي لاي تصميم، في خصوصا في الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي. فانا لازم اشير لكل حاجه، لازم اعمل تحليل لكل حاجه وعلى فترات كبيره مش فترات قليله. بيديني كمان الفيدباك بتاعته، بيقدر ان هو يديني انت الحاجات بعد ما هو عمل التحليل وعملت السكتشنج بتاعتي كل حاجه، بيقول لي انت عندك فيه مشكله هنا، في هنا كذا، في نقص هنا، في هنا حاجه ممكن تستفيد منها. مش كمان بس بيطلع لي مشاكل، لا بيطلع لي كمان الاستفاده، انا ممكن استفاد بايه، في هنا عندي حاجه، في مثلا حاجه معينه انا ممكن استفاد بيها، منظر، اي حاجه. وفي الاخر عشان اقدر اطلع التصاميم بتاعتي او البدائل بتاعتي، البدائل التصميميه، كمان هو بيتيح لي ان انا حتى لو عامل اكتر من بديل، وفي كل بديل بقيمه طبعا، بشوف ايه البديل اللي هو الاخر واخد اعلى تقييم هو ده اللي بشتغل عليه. هو مش بس بيعمل لي كده، هو بيقدر ان هو يدمج ما بين كذا بديل، فياخد من كل بديل الحاجه المناسبه، طلع لي في الاخر هو التصميم نهائي واحد متوافق، يعني ناجح بدرجه 100%. دي يعني اللي احنا قلناه في الجي اس. الجي اس الاول قبل ما يبقى فيه جي اس كانوا بيستخدموا الخرائط العاديه، بيعملوا الاوفرلاينج بتاعهم، وكانوا بقى بيقعدوا يحددوا بالطريقه المانيوال، حددوا الموقع بتاعهم والملائمه وازاي المكان دوت مناسب ولا ده مش مناسب. فطبعا دي كانت عمليه صعبه جدا، وهي بتبقى مانيوال، ما بتبقاش دقيقه 100%. فالجي اس طبعا موفر كل ده، هو بيعمل عن طريق موديل او اي كان، مش موديل، هو ادوات جوه موجوده في الجي اس، يقدر ان هو يعمل لي تحليل الملائمه وتحليل كل حاجه بخطوات بسيطه ودقيقه كمان 100%. دي طبعا يعني الخطوات اللي بيشتغل بيها الجي اس. انا ببدا اجمع الداتا وارصدها واعمل فيجواليز ومابنج واعمل تحليل والديزاين واخد القرار بتاعي، وفي الاخر ابدا في التنفيذ. التعاون زي ما قلنا، مش بس التعاون ما بين الفريق لوحده، انا كمان يعني زي ما قلنا ان احنا الفريق اللي شغال فيه خبير بيئه، خبير اقتصاد، خبير اي، يعني كل الخبراء اللي موجودين، عمران، تصميم، بيبقوا كلهم بيتعاونوا في حاجه واحده، مش كل واحد بيطلع منتج وفي الاخر بتاع التخطيط العمراني هو اللي بيبدا يجمع كل دول ويطلع بقى في الاخر التخطيط، لا هما كلهم مع بعض، كلهم في نفس الوقت بياخدوا القرار، بحيث ان كل واحد يبقى قراره متوافق مع التاني، مفيش مشاكل اللي بتحصل، كلهم بياخدوا قرار فعلا يعني صح 100%. كمان بيتعاون زي ما قلنا مع اصحاب المكان اللي هم المجتمع، اللي هي المجتمع اللي انا بخطط له، انا بالتالي لازم اراعي اكتر حاجه فكره المشاركه المجتمعيه، هي دي اساس التنميه المستدامه. وده قلنا التفكير الابداعي، ده منطقي اللي هو خارج الصندوق، الجيو سكتشنج،
الفيدباك بتاعته، البدائل التصميمية. هنا الجيو ديزاين هو المنهجية بتاعته، هما بيوصفوها كده إن هي بتبقى خط واحد مفيش فيها يعني مراحل ولا يروح ولا يعني مفيش مراحل كتير، مجرد إن أنا بعمل الداتا بتاعتي، الداتا دي بعملها سواء كانت جي اس بقى في أي يعني داتا بيز، فأبدأ إن أنا أعمل التصميم بتاعي وأقيمه في نفس المرحلة، بحيث إن أنا لما أطلع البلان بتاعي وأطلع المخطط بتاعي أنا عارف خلاص أنا واخد التقييم، مش هنزل تحت ألاقي مشاكل، لأ أنا دارس كل حاجة، أنا عارف أنا هنزل تحت فيه إيه، قبل ما أنزل أنا عارف فيه إيه موجود إيه، فكل حاجة هتبقى موجود يعني في جاية معايا في الاعتبار. طبعا إن أنا أخطط للمستقبل ده شيء يعني دي حاجة مهمة، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها الجيو ديزاين، إن أنا أقدر أعمل كومبلكس موديل زي كده، موديل معقد أقعد فيه كل حاجة، كل حاجة أنا متخيلها من أكبر حاجة لأصغر حاجة، بحيث إن هو يطلع لي فعلا اختيار وتحديد مكان لأي مخطط اللي أنا بعمله، والاستعمالات اللي موجودة وتوزيعاتها كل حاجة فيه تكون دقيقة ومتوافقة مع البيئة بتاعتها، ودي أهم حاجة. أنا ممكن أعمل تصميم لناس يعني ممكن أقترح لهم حاجة الناس دي أصلا مش هتستفاد منها، يعني مش هم دول المجتمع أو الفئة من المجتمع اللي محتاجة ليها الاحتياج ده. الجي ديزاين كتكنولوجي بقى بيعتمد على ايه بقى في التكنولوجي؟ وطبعا بيعتمد على يعني زي ما قلنا التكنولوجيا الجديده، فاطار التشغيل بتاعه ده سواء بقى البرامج اللي هتشتغل عليها وتكون شغال على برامج ايه معينه، هو فيش برامج مش شرط برامج معينه، في برامج هنقولها دلوقتي اللي هي قويه في الموضوع ده، بس هو يعني ده اول حاجه البرامج بتاعته. تاني حاجه ان انا اعمل نماذج البيانات، البيانات بتاعتي اعمل لها نمذجه واشوف انا اطلع موديل لكل حاجه عشان اقدر ان انا اخد عليه قرار واحد واعمل التصميم بتاعي. ادوات اللي هي يعني الانشاء والتعديل، ان انا اقدر اعمل بقى اي حاجه، اعمل اي تصميم واعدل، واعدل على زي ما قلنا الحاجات اللي موجوده في الواقع اللي انا خلاص عملتها ك يعني اللي هو نموذج عندي، اعدل عليها واشوف التعديلات دي هتبقى عامله ازاي. وادوات العرض والادوات اللي هي التحليل المكاني وفي الاخر وكمان بيعمل لي موضوع الفيدباك والداشبورد، طلع الداشبورد بيطلع لي فيها كل حاجة، لو عندي 3 بدائل مثلا وبيطلع لي كل بديل قوي فين وضعيف فين، المشكلات اللي فيه ايه، الحاجات اللي هو قوية فيه ايه، اللي انا رأيتها فيه صح هنا ايه، هنا غلطت فيه، السيناريوهات اللي انا حاططها، وبيقدر كمان يقول لي ان السيناريو بتاعك دوت يعني انت فعلا حاطه صح او حاطه غلط، في مشاكل في نقص. التعاون التنفيذ في الاخر اللي هو الادوات البيانية. اهم حاجه بقى في الجيو ديزاين عشان ابدا الخطوات بتاعتي، احنا قلنا في ان اي حاجه لازم ابداها لازم اعمل اعمل الكولكت للداتا بتاعتي، اكيد اعمل لها اناليسيس بقى اعمل تصميم، فانا عشان اعمل كل الخطوات كل خطوه مبنيه على التانية، واهم خطوه عندي هي الخطوه الاولى ان انا اعمل موديلنج للداتا بتاعتي، اعمل نمذجه. فانا كل ما اكون الموديلنج بتاعي او الداتا بتاعتي اللي عندي انا مجمعها صحيحه ودقيقه 100%، كل ما ده طبعا أحسن ويديني في الآخر نتائج برضه دقيقة جدا. فأنا بقدر أعمل موديلنج عن طريق كذا حاجة، طبعا التكنولوجيا دلوقتي بقت مختلفة كتير جدا، فإحنا هنتكلم يعني مثلا أول حاجة إحنا لو قلنا اللايدر دي بيانات اللايدر، وده لايدر أنا ممكن بكون يعني بيبقى على كذا حاجة، عبارة عن كاميرا تصوير، تصوير بالليزر، بتكون سواء بقى على درون أو طيارة، تصوير جوي. تاني حاجة الليزر سكانر، الليزر سكانر هي أجهزة من أجهزة المساحة تقدر إن هي تطلع لي بوينت كلاود، تعمل كلاسيفيكيشن كمان للبوينت دي، بيجيب لي وبيعمل تصوير، يعني هو بيعمل الاتنين، فأنا بالتالي بيبقى عندي موديل كامل 3D بوينت كلاود، وعندي تصوير للمكان بتاعي، أي نقطة أنا عايزها على الصورة بتبقى موجودة معايا إكس واي وزد، ودقتها بتبقى الأكيرسي بتاعتها توصل نص ملي وأقل كمان. تاني حاجة الموبايل مابينج سيستم، دي أحدث تكنولوجيا المساحة الموجودة في العالم، عبارة عن جهاز بيكون متركب فوق عربية أو أي حاجة متحركة، هو بيمشي بيبقى كاميرا وبيبقى فيه الليزر وفيه الجي بي اس والاي ان اس، وبيبدأ إن هو يرفع كل حاجة العربية بتتحرك
هو بيرفع كل حاجة موجودة في المحيط بتاعه، برضو يطلع لي بوينت كلاود اقدر ان اعمل بيه موديل. وده هنشوف دلوقتي المثال اللي احنا جايبينه، دولة سنغافورة ازاي عملوا بدأوا التجربة بتاعتهم. طبعا اليو اي فيز، وده اللي هو الدرون. الدرون طبعا هي طيارة بدون طيار، بتكون بتميز عن التصوير الجوي ان هي ارتفاعها بيبقى من 150 متر ل 200 متر. طبعا دقة البيانات بتاعت الريزوليوشن بتاعت التصوير بتاعها تبقى عالية جدا، فبتحلي كل البيانات، بتوصل كمان معايا دقتها ان انا لو عندي شروخ مثلا في مبنى معين بتجيب لي الشروخ دي وبتبقى ظاهرة معايا. الرياليتي موديلنج، ودي بقى الحاجة الجديدة اللي ظهرت، ان انا مش محتاج ان انا اعمل، ودي هنشوفها اهي، دي امثلة للانواع البيانات اللي بتظهر على الشمال من فوق. ده الليزر سكانر اللي هو الارضي، الجهاز العادي، تحت منه ده اللايدر، جنبه طبعا ده الدرون اللي فوق في النص، جنب منه على اليمين ده الموبايل مابينج سيستم، وتحت ده اللي هو النمذجة الإجرائية، ودي هنتكلم عنها دلوقتي. الداتا موديلنج، احنا عندنا في النمذجة الإجرائية اللي قلنا عليها، ودي عبارة عن إن في برامج بتتيح لي إن أنا أعمل نمذجة عن طريق، مش بس عن طريق شوية إجراءات أنا بعملها في البرنامج، بيطلع لي الحاجة اللي أنا محتاجها. يعني أنا مثلا دخلت شوية أو يعني البارامترز كده اللي أنا عايزها، أنا عايز مبنى مثلا مساحته كذا، عدد الأدوار فيه كذا، في الشبابيك كذا، بارتفاع كل التفاصيل بتاعته، سواء توصل كمان للطراز المعماري والعمراني، بقدر أدخلها له بس كده عن طريق شوية أوامر، هو بينشئها لي على طول، مش محتاج إن أنا أقعد أصمم بقى على 3 دي ماكس وأعمل كل الحاجات دي، لا هو بيعملها على طول. دي طبعا بتبقى فيها يعني رؤية متعددة، بتبقى رؤية اللي هي حقيقية، وال 3 دي بيعمل ريندر كمان، بيقدر إن هو يديني تقارير دقيقة كمان جدا، سواء كانت التقارير ديت يعني تبقى اتريبيوت بيانات وصفيه، تقارير عادي تكست، او تكون حاجه ان انا دايناميك اقدر اتحرك واشوف التقارير ديت ايه المشكله وبيظهر لي ايه المشكله بتاعتها. وده مثال عليها، ان انا بيكون عندي بس مجرد قطعه الارض بتاعتي عن طريق سكريبت انا بدخله، ممكن كمان لغات برمجه زي البايثون، انا بدخل بكتب الحاجات اللي انا عاوزها، هو بينشئ لي على طول بيبقى وده اللي هو ال CGA، ال Computer Generating Architecture، ده اللي هو يعني بيسموه التوليد المعماري باستخدام الكمبيوتر. بعد كده بقى فيه اللي هو ال Reality Modeling، وده اللي احنا قلنا عليه، دي حاجة ظهرت كده جديدة، ان انا ممكن اعمل Modeling لأي حاجة موجودة في الواقع من غير أجهزة ولا حاجات بقى غالية، ولا اجيب بقى ليزر سكانر ولا الكلام ده كله، عن طريق ممكن بالموبايل العادي بتاعك، كاميرا الموبايل، تعمل موديلنج لأي حاجة. بس طبعا كل ما تكون الكاميرا أحدث شوية كل ما الموديل يكون دقته أعلى. ده فيديو كده بسيط بيوضح ازاي موضوع الموديلنج، الرياليتي موديلنج، ان انا ممكن بالكاميرا العادية. هو هنا بيعمل موديل للمبنى ده، هو مستخدم هنا مش كاميرا بقى عشان المبنى طبعا كبير وفيه تفاصيل، استخدم الكوبتر اللي هي زي الدرون كده، مركب فيها كاميرا عادية، ممكن تكون كاميرا بروفيشنال أي حاجة، يعني مش شرط مش كاميرا معينة، وبيبدأ يتحرك بس بحيث إن هو يراعي إن يكون في أوفرلاب ما بين الصور، يكون من 60 ل 70%، يعني يكون مغطي المبنى بكل تفاصيله. وبرنامج سهل وبسيط وموجود متاح لكل الناس عادي، بيدخل الصور دي بيعملها امبورت. هو البرنامج لو الكاميرا نظيفه شويه بيقرا السنسور سايز بتاعها والفوكال لينس، البعد البؤري بتاعها، والكاميرا اصلا بيبقى محدد فيها البوزيشن بتاعه الاكس والواي والزد، تلاقي عليه يعني ممكن نرجع كده. هو هنا اول ما ضاف مع اول ما حط عمل اد للامبورت للصور اللي هو عملهم، هم 236 صوره في الفوكال لينس، هنا الفوكال لينس والسنسور سايز دول هو قراهم لوحده، بس لو حتى لو انا معايا موبايل عادي ممكن ما بيقراهمش، انا بخش بجيبهم، بجيب من البيانات بتاعت الموبايل دوت الكاميرا بتاعته ايه والفوكال لينس بتاعها كام وبكتبهم عادي. بس الفكره كلها ان انا اكون مشغل الجي بي اس بتاع الكاميرا وانا بصور عشان يقدر ياخد البوزيشن بتاع الصور دي. طبعا كل ما يكون المكان في مفتوح بره، عشان البوزيشن بتاع الموبايل بيبقى كيرس بتاعته من 10 متر مثلا،
ولا حاجة ممكن 5 متر في الأماكن اللي هي وكمان هنا بيقرأ هو قرأ الإحداثيات بتاعتها. بيبدأ يقول له بس يعمل جنريت وبيختار بس الأماكن اللي أحسن، هو خلاص بيعمل بروسيسنج على طول من غير ما بيتدخل فيه، من غير ما يعمل أي حاجة. وكده طلع الموديل، الموديل باين فيه هيز وحاجات كده، بس ده عشان الكاميرا مش بتصور بس، طبعا المبنى بتاخد صور كتير وهي بتلف، ولا تعمل لها فلتريشن هيقص منها الحاجات اللي هو مش محتاجها، عشان هو محتاج بس المبنى اللي هو كان بيصوره بس. بيعملها زي كليب كده الماسكة كمان بيختاره، ده الاسكوت نفسه، نظام الاسكوت اللي هو شغال عليه، بس كده يعرض الموديل بتاعه 3D ودقيق. طبعا بيعتمد دقته على الكاميرا، كل ما تكون الكاميرا إمكانياتها أعلى كل ما تكون تطلع معايا دقة الموديل عالية. ده كده كان برنامج اللي اسمه الكونتكست كابتشر، ده من شركة بنتلي. في برضه برنامج تاني من شركة بنتلي، هي معاها برضه شركة اسمها اي اون سوفت وير، ده برنامج اسمه لومن ار تي، نشوفه دلوقتي. ده بقى مخصص طبعا، يعني هم حتى مخصص لليو ديزاين. البرنامج ده الميزة فيه إن هو بيتيح لي كل حاجة، أنا بعمل موديل بتحرك فيه الريل تايم موديلنج، بتحرك في الموديل بتاعي بشوف التأثيرات، المرور، حركة المرور، بوقف إشارات، بشوف أنا لو زودت خطة ميدان، الميدان ده حركة المرور هتبقى فيه إزاي، بزود كثافة مرور، بقلل في أوقات الذروة، بقللها، بعمل كل حاجة. هو شبيه طبعا اللي زي لوميون، بس هو ده بيختلف إن هو البرنامج ده يعني بيختلف إن هو بيجيب، انا اقدر هو في حاجه ان انا اجيب الواقع الحقيقي، وكمان اجيب كمان الديجيتال اليفيجن موديل للمكان، اجيب كل حاجه. هنا بيغير الفصول السنه، اتجاهات الرياح طبعا بيتحكم فيها. ده كده كمان ده الجزء من البرنامج اللي هو بتاع اللي هو الشو بتاع العرض، مش كمان بتاع الموديل نفسه. يقدر يغير طبعا في التضاريس اللي عنده، يزود يقلل. منسوب المية طبعا، حاجة زي منسوب المية دي أنا ممكن أشوف مثلا مشكلة زي ارتفاع منسوب سطح البحر في الإسكندرية والأماكن اللي عندنا في الدلتا اللي هي منسوبها خلاص قريب جدا من البحر، في أماكن منها بدأت فعلا تغمرها المية، فأنا أقدر أعمل كده، أقدر أرفع منسوب المية وأشوف هيوصل بعد مثلا 10 سنتي كمان لما يزيد الأماكن اللي هتتضرر أكتر من كده، وأعمل السيناريوهات بتاعتي. دي المرور زي ما قلنا. دي مقدم دان، حركة العربيات وإزاي العربيات بتقف والعربية التانية بتتحرك وهي تبدأ تخش
تخش معاها. بيتعامل طبعا مع كل حاجة كليرز، اقدر اظهر الليرز واخفي منها اللي انا عايزه. اعمل كروس سيكشن، بيشتغل اندور واوت دور كمان، يعني مش بس اوت دور. احنا ممكن بس عشان الوقت بقى، الكيس ستادي بقى اللي معانا النهاردة هنتكلم عن سنغافورة. الحقيقة سنغافورة هي أكبر مثال وأفضل مثال في العالم كله كدولة استخدمت منهج يعني مظبوط، فكر جيو ديزاين، تفكير صح 100%. وصلت دلوقتي إن هي من أقوى اقتصاديات في العالم وأقوى مدن في العالم، بتصدر التخطيط العمراني والعمران معظم دول في العالم. سنغافورة كتاريخها هي 200 سنة كانت تبع مستعمرة بريطانية، كانت يعني محتلة، كانت عبارة عن ميناء تجاري كده لبريطانيا، وقدرت إن هي في 50 سنة تحول تبقى من أقوى اقتصاد في العالم. سنغافورة على فكرة هي، عشان بس في ناس كتيرة جدا بتحط عندنا مشكلة وتقول إن إحنا عندنا كثافة سكانية وإن إحنا عندنا المشكلة دي كبيرة جدا ما نقدرش نتعامل معاها. سنغافورة عدد السكان بتاعها 5,500,000 نسمة، وهي تالت مدينة من حيث الكثافة السكانية في العالم، أعلى تالت مدينة. فعندها برضو مشكلة كثافة سكانية، بس هي ما وقفتش قدام المشكلة دي وقالت بقى أنا مش هقدر وعندي كثافة سكانية مش هقدر أستوعبهم والكلام ده كله. من 1960 سنغافورة استقلت عن بنفسها وبدأت في النهضة بتاعتها. أول حاجة سنغافورة عشان تبدأ النهضة بتاعتها بدأت بحاجة، يعني هي خلاص حطت في، كانت عندها هدف إن هي تبقى تتحول لمدينة ذكية، مدينة متقدمة، فخدت القرار. القرار دوت كان بدايته إن هم يبدأوا يعملوا يحسنوا يحدثوا قاعدة البيانات الجغرافية بتاعتهم. عملوا قاعدة بيانات كاملة للمدينة بتاعتهم، بحيث في الآخر كمان بقى عندهم إحنا بنسميه اللي هو الديجيتال توين دلوقتي. هم بقى عندهم حاجة اسمها سنغافورة الافتراضية. صرفوا 52 مليون دولار عشان يعملوا الموضوع ده. فهم يعني اهتموا جدا بموضوع تجميع البيانات عشان يقدروا في الاخر فعلا ان هم ياخدوا قرار يكون القرار دوت صح 100% ما يأثرش بعد كده. طبعا سنغافورة اعتمدت بشكل كبير جدا على مشاركة المجتمع كله في عملية التخطيط من الألف إلى الياء، يعني من بداية التخطيط لحد النهاية. وده خلى ان عندهم يعني منهج جديد جدا اللي هو التخطيط للمستقبل في سنغافورة. فحتى هم كانوا ماشيين تحت شعار كده ازاي يلهموا الناس في الابتكار، ازاي الناس تفكر معاهم، ازاي الناس تديهم افكار بحيث ان هم يتقدموا، الناس تساعدهم في ده. هم عملوا عندهم حاجة اسمها او معمل اسمه معمل المدن المستقبلية، وده ان هم خلوا من خلاله بدأوا يسألوا الناس عن اللي هم عايزينه من خلال ان هم يخلوا الناس تعيش في المستقبل. تعيش في المستقبل ازاي؟ هم عملوا حاجة عندهم بعد ما عملوا خلاص السنغافورة الافتراضية، بقى عندهم موديل كامل، نموذج كامل على الكمبيوتر لدولة سنغافورة. يعني تنزل في الشارع تلاقي اللي موجود في نفس اللي هو الموجود في الموديل. فهم عملوا حاجة باستخدام طبعا الفي ار اللي هو الواقع الافتراضي، عملوا حاجة اسمها اللي هو كود الدراجة إلى المستقبل. بقوا يجيبوا الناس اللي هم سكان يركب الدراجة ديت، يحط التصميم بتاعه على اللي هو الموديل بتاعهم اللي هم سنغافورة الافتراضية، يحطوا التصميم ويخلوا الناس تشوف تمشي، يعني تلبس النظارة وتمشي جوه التصميم ده، يشوف هل هو فعلا التصميم دوت بيلبي احتياجاته متوافق معاه ولا ده يعني يعمل له مشاكل
مش هيتوافق معايا، فلا هيقول لا قبل ما ننفذ وقبل ما نعمل اي حاجه، فبالتالي مفيش خسائر. الناس لو قالت تمام على التصميم والحاجه الافكار اللي هم حاطينها خلاص كويس، قالوا لا يبقى هم لسه ما نفذوش، مفيش خسائر مفيش حاجه، مش هيكتشفوها بعدين، لا ما بيشوفوا دلوقتي. كمان هم كان عندهم عملوا اداه، يعني حاجه جديده كده اسمها اداه النمذجه البيئيه المتكامله، ودي قدروا من خلالها ان هم طبعا ما عندهم دلوقتي النموذج المتكامل الافتراضي للمدينه للدوله عموما، بس عشان من صغيره، ف من خلال الاداه ديت هو يقدر يعمل سلكت تحديد على اي منطقه، اي شويه اي قطعه ارض اي حاجه عندهم في المدينه، طلع له كل البيانات بتاعتها، بيانات بادق التفاصيل، سكان، زراعه، محاصيل، سعرات حرارية، الاماكن، الوحدات السكنيه، الطرق، تكلفه الوحدات السكنيه دي كانت ايه، تكلفه الطرق والمباني في المكان ده ايه، اسعار المتر، اسعار الاراضي، كل حاجه، كل حاجه بالتفاصيل. فمن خلال الاداه دي كمان بدا يقدر ان هو يتحكم في المواد اللي هيستخدمها ايه، يتحكم في ان هو الاداه دي بتحلل له، بتقول له عندك في المكان ده في ارتفاع درجه حراره، وده بيقدر ان هو يحل مشكله الجزر الحراريه الحضاريه اللي احنا عندنا، اللي هو احنا عندنا دي مشكله كبيره. فبتقول له انت هنا محتاج مثلا مناطق خضراء، تزود مناطق خضراء، محتاج تستخدم مواد بتساعد على البروده، كل حاجه بيديله قرار ان هو يحل فعلا مشاكل بتواجه العالم كله، فهو ما بقاش عنده مشكله في الحاجه دي. ده طبعا نموذج للسنغافورة اللي هو الموديل بتاعهم الافتراضي، هو بيبقى عنده ادق التفاصيل، يقدر ان هو جوه المبنى الواحد يختار الشقه الوحده السكنيه، فيطلع له كل التفاصيل بتاعتها عن السكان اللي ساكن جواها كام واساميهم كل حاجه. هنا كمان مثال بيوضح في ناحيه الشمال، هو هنا مختار نقطتين عاديين، نقطه من اللي هي اللي تحت والنقطه اللي هناك، وهو هنا مختار حاجتين مختلفين، ده في نفس اللي هو النموذج بتاعهم الافتراضي. هنا مختار ناحيه اليمين ان دي شخص، ان ده شخص عادي، شخص يعني سليم عادي زينا بيمشي، فهو بيقول له ان هو عشان يوصل من النقطه دي للنقطه التانيه هو محتاج يمشي المسار اللي هو بالاخضر ده، هيطلع يعبر اللي هو الكوبري المشاه وينزل الناحيه التانيه. انما الشخص التاني ده شخص متقاعد، شخص بيمشي بكرسي، مش بيمشي على رجليه، فهو هنا مطلع له ان هو الشخص ده محتاج يمشي المسار ده كله عشان مش هيعرف يطلع كوبري المشاه، هيمشي مسار كده ويلف عشان يعدي من عند الاشاره ويرجع يروح المكان بتاعه. فبالتالي هي تدي له الحاجات، تدي له كل التحليلات، فهو يقدر ياخد قرار السليم، يقدر يحل المشكله دي، يحط حل. وانت محتاج الراجل اللي هنا، لو هو عنده هنا في المكان ده في ناس كتيرة مثلا بتشتغل في المكان دوت اللي هم ذوي الإعاقة، الناس اللي ما بتمشيش بتحتاج الكرسي، فلا هو محتاج يحط هنا حاجة تحل المشكلة دي، عشان مش كل ما حد هيجي يمشي يلف يعدي الناحية التانية هيمشي المسار ده كله. ده فيديو برضو بيوضح سنغافورة والموديل الافتراضي اللي هم عملوه. طبعا بكل التفاصيل، مفيش حاجة، يعمل سيلكت على أي حاجة، طلع له كل البيانات بتاعتها، طلع له كل يعني كل حاجة متاحة عنها هم مدخلينها. هنا بيجيب له الإضاءة والحرارة،
ده الفيرتشوال توين لمبنى عندهم اهو. هو دلوقتي بيختار يعني بلوك، بيقوله البلوك دوت في المستوى الكام والكود بتاعه ايه طبعا المساحة والحجم بتاعه. طبعا هما الكلام ده طبعا خلاص عندهم الداتا المتوفرة وكل حاجة دقيقة، فيقدر عن طريق ان هو الديب ليرنينج والداتا اناليسيز ان هو شوية الجوريزمز يقدر يخليه يتنبأ له بان مثلا في بناء على التغيرات المناخية ايه اللي هيحصل، بناء على تحليل البيانات مثلا السكان عدد السكان فمحتاج تعمل ايه، محتاج تاخد قرار تبني تزود مباني هنا، تعمل تخطيط لمنطقة هنا، كل حاجة. طبعا الموديل بتاعهم ده هو مش هيطلع بالدقة اللي هم عاملينها دي غير لما اعتمد على الحاجات اللي احنا قلنا عليها بتاعت المودلينج، سواء كانت بقى الحاجات القايمة انا عشان ارفع حاجة زي كده فاكيد محتاج ان انا استخدم حاجة زي ليزر سكانر او موبايل مابينج سيستم والدرون كمان، ان الموبايل مابينج سيستم والليزر سكانر هو مش هيجيب لي الحاجات اللي هي العالية الاسطح والحاجات دي، فبالتالي ان هو جايب كل التفاصيل عنده كده هو استخدم الاتنين مع بعض ده كده عشان يعمل له الحاجات اللي هي القايمة. بعد كده بيبدأ يشتغل بقى بحاجة زي اللومن ار تي يو، في برامج تانية والبيم والجي اس وكل البرامج التصميمية، ويقدر يضيف للموديل بتاعه براحته ويضيف كل البيانات، وبيربطوا كمان الحاجات ديت بسنسور وحاجات هم كمان بيزودوها بعد كده في عندهم في المدينة، زي عشان يتحولوا لأن سنغافورة هي كان عندها هدف إن هم يبقوا أول مدينة ذكية في العالم، وفعلا هم أول دولة يعني هم عشان يعتبروا مدينة، فأول دولة ذكية في العالم كانت سنغافورة. احنا كده النهاردة يعني تمام خلصت، فيعني الأسئلة بقى لو حد عنده أسئلة. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس محمد، وشكرا على المحاضرة الجميلة دي. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يكرمك يا رب. هل حد عنده أي سؤال يا ريت يعمل ريز هاند أو يسأل عبر الشات إن شاء الله، في انتظار أسئلتكم. انا بس عايز باشمهندس اقول عبد حاجه، الرحمن. اتفضل. احنا النهارده كده كانت كلها بس كده كنظري، ان احنا نتكلم عن ايه هو الجيو ديزاين والمكونات بتاعته والادوات والحاجه، يعني احنا ان شاء الله لو في امكانيه بعد كده احنا ممكن نعمل بقى حاجات بقى زي بتاعه الموديلنج وكده، هناخد بقى كل حاجه من دول ونشوف حاجات عمليه وحاجات تطبيقيه ازاي بقى نستخدم كل حاجه من دي. تمام إن شاء الله، ده شيء يشرفنا يعني ويسعدنا أكيد. باشمهندس محمد، باشمهندس عبد الرحمن فرجاني، اتفضل. الو، سامعني يا باشمهندس؟ سامع حضرتك، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله، مساء الخير جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزيل الشكر باشمهندس محمد على هذه المحاضره القيمه، بارك الله فيك. الله يخليك. استمتعنا جدا بمتابعه المحاضره. موضوع مهم جدا جدا، وهو كان احلى خيار لاختتام هذا العام وسلسله المحاضرات اللي نظمها بيم اراديو. مشكورين جدا جدا على هذا المجهود الجبار صراحه. الله يخليك يا باشمهندس. بس عندي انا، انت حضرتك تكلمت على ملاحظه مهمه جدا جدا اللي هي اشراك المجتمع في عمليه
التحول الرقمي وبناء الديجيتال توين وبناء ال 3 دي سيتي موديلنج. وطبعاً أنت زي ما عارف حضرتك يعني الموضوع هذا يبدأ بتكوين الداتا سيت، يعني تكوين اللايرز الأساسية اللي حنحتاجها من بيانات. وهذا الآن أصبح مع الكراود سورسينج ومع الأوبن داتا أصبح في مجال ميسر جداً جداً، إن هو إن البابليك يشارك معنا والمجتمع يشارك معنا في بناء الداتا بيز الأساسية لهذا الموضوع اللي تدعم بناء الـ 3 دي سيتي موديلنج. فيا ريت يعني تقول لنا وتقول للجمهور أهمية البابليك بارتيسيبيشن والجي اي اس بارتيسيباتوري مابينج اكتيفيتيز، شنو هو دور ان هو المجتمع نفسه يبدا يكون عنده اويرنس ويكون عنده وعي بأهمية المشاركة في صنع قواعد البيانات عن طريق الاوبن داتا بلاتفورمز مثلا. بارك الله فيكم. الله يخليك يا باشمهندس. وطبعا دي حاجة مهمة وأساسية جدا. حتى دلوقتي موضوع الانتراكتيف مابس بقى دلوقتي موجود، ان انت تقدر تعمل خريطه وتعمل على اللينك بتاعها، يخش اي حد كمان يضيف بيانات، هو يعني في منطقه تانية ويقدر ان هو يضيف بيانات، انت مش تقدر تحصل على البيانات دي في الوقت ده. فده برضو من ضمن موضوع المشاركه المجتمعيه. المشاركه المجتمعيه طبعا دي اهم حاجه، واحنا في يعني من يعني كمان بخصوص ان احنا عندنا دلوقتي الامكانيات بقت متاحه جدا، فبقى سهل. يعني هم في سنغافوره لما عملوا موضوع المشاركه هم وصلوا للمشاركه كمان بدرجه اكبر. بقول لحضرتك هم عملوا اللي هو الواقع الافتراضي عن طريق تلبس نظاره وتتحرك في قلب التصميم، فتقدر انت تقيم معاهم، تاخد قرار تقول ان التصميم ده مناسب ليا ولا مش مناسب، الحاجه دي بتلبي احتياجاتي ولا لا، ان انا اللي هعيش في المكان ده. فهو ده كمان الموضوع المشاركه المجتمعيه. احنا دلوقتي موضوع المشاركه المجتمعيه بقى وصل، احنا من خلال الاونلاين والكلاود وكل الحاجات دي نقدر ان احنا نشارك المجتمع ان هو يدي قرارات، بس احنا محتاجين في الاول بس احنا نعمل توعيه. يعني هي ادي اهم حاجه، المجتمع ذات نفسه لو بقى عنده توعيه، بقى عنده يعني ان هو فاهم ان هو ليه دور اساسي، هنوصل فعلا مشاركه مجتمعيه ناجحه. شكرا باشمهندس محمد، بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وحضرتك بألف صحة وسلامة. شكرا باشمهندس عبد الرحمن. هل يوجد اي اسئله اخرى؟ يا ريت اللي عايز يسال يعمل ريز هاند او يسال عبر تشات. المهندسه روايده بتقول محتاجين نعرف الخطوات التدريجيه لتحقيق ده والوسائل والبرامج المستخدمه. ما هو الخطوات زي ما احنا عارفين ان احنا مثلا لو هننزل نخطط منطقه سواء جديده او قايمه، فاحنا هنتكلم دلوقتي على القايمه مثلا عشان فيها مجتمع عايش موجود. فانا بنزل بعمل اجتماعات مع اهل المكان، بعرفهم باهميه المشروع اللي انا بشتغله، المشروع ده انا بشتغله ليكم انتم مش لحد تاني، فالنفع بالتالي عائد على اللي هم المجتمع مش عائد على اللي بيخطط. فهو ده اللي انا يعني انا هبدا اجمع الفريق من كده. الموضوع دوت احنا انا اشتغلت في مشاريع زي كده، فاحنا بنعمل ايه، احنا بننزل مش بننقي بس، احنا بنتعامل مع الناس، بنشوف اللي هم بنسميهم المين هولدرز اللي هم القاده الطبيعيين، يبقى في كل مكان في كل منطقه. انا طبعا مش هقدر اتعامل مع كل الناس، مش هجي في منطقه فيها 100,000 ناس، خلينا اقول فيها 1000 واحد، مش هتعامل مع ال1000 واحد اساله كل واحد رايه ايه، لا انا بشوف مين القاده الطبيعيه في المكان ده، احنا بنسميهم القاده الطبيعيه. الناس دول هم اللي ليهم فعلا رأي، مش ليهم رأي بس هم فعلا على درجة وعي عالية، يقدروا ان هم يساعدوني في القرار ويساعدوني في ان احنا نحط فعلا حلول وحاجات تلبي احتياجات الجميع، ان هم عايشين في المكان فعارفين معظم سلوكيات الناس، احتياجات الناس ايه اكتر من المخطط اللي بينزل يخطط. الوسائل طبعا احنا دلوقتي من خلال الانترنت ومن خلال يعني احنا بنقدر نتعامل، احنا دلوقتي بقى عندنا سهلة، كان زمان بننزل نعمل استبيان ونقابل الناس، دلوقتي احنا ما بنعملش استبيان يعني فيس تو فيس، احنا دلوقتي بنعمل اللي هي الفورم اونلاين على جوجل وبنبعتها للناس وبنسال يا جماعه احنا بنعمل كذا كذا، يا ريت كل واحد يخش يشارك معانا يكتب لنا احتياجاته ومتطلباته، هيقدر يساعد بايه، سواء هيساعد بوقت بمد بحاجه ماديه حاجه معنويه حاجه بفكره. فده بقى متاح عن طريق الانترنت. البرامج طبعا في برامج كتير، يعني احنا لو اتكلمنا مثلا عن برامج جي اس فاشهرها طبعا اللي هو برامج ازري، ارك جي اس، ارك جي اس برو، الارك جي اس اونلاين،
برامج طبعا، يعني دي الحاجات اللي هي تقدر ان هي تاخد لي الداتا اللي انا اقدر اجمعها من الناس. بعد كده اشتغل على بعد كده بقى يعني الجزء بتاع الموديلنج، احنا ده الجزء بتاع مشاركة المجتمع، جزء الموديلنج بقى خلاص انا هقدر هشتغل ببرامج والحاجات اللي احنا قلنا عليها. تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس أحمد. هل في أي أسئلة أخرى؟ هل يوجد أي أسئلة أخرى؟ تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب، وجميع الحضور والمتابعين بأم أرابيا بخير إن شاء الله، وسنة جديدة سعيدة على حضرتك وعلى الجميع إن شاء الله تعالى. وأنا هنزل دلوقتي جوجل فورم بتاع الحضور عشان إن شاء الله الشهر. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس.